الهوى على الهوى على الهوى. سوا طول سوا طول ما بيبعدنا المكان. سوا على الهوى من ميشيغان وواشنطن. من يوم اللي اتكون يا وطن الموج كنا سوا. لا يوم اللي بيعتق يا وطن الغيب رح نبقى سوا. من ميشيغان on WNZK 690 AM ومن واشنطن on WDMV 700 AM. سوا على الهواء يأتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير. صباح الخير أمريكا. لما نكون سوا. أسعد الله صباحكم بكل خير ومرحبا بكل الذين انضموا إلينا في هذه الفترة الصباحية. تمام 8 صباحا. اللاجئون السوريون معاناة وشكاوى هل تلقى حلولا؟ وصلت أعداد اللاجئين السوريين بدول الجوار لبنان وتركيا الأردن العراق ومصر وفقا لأحدث تقارير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى ما يقارب من 2.9 مليون لاجئ، ناهيك عن أعداد أخرى مفقودة وثالثة هجرت لدول أوروبية وللولايات المتحدة الأمريكية. معكم من وراء الميكروفون ليلى الحسيني، وأيضا يشاركني زميلي العزيز سامر لواء الأمانة في تقديم هذا البرنامج هذا الصباح. صباح الخير سامر. صباح الخير ليلى، صباح الخير لكل المستمعين، صباح الخير لأهلنا في سوريا الحبيبة، صباح الخير لكل مواطن عربي يهرب ينتفع عنه صفة اللجوء. سامر، طبعا حوارنا سيكون شيق هذا الصباح، ينضم إلينا لاحقا الأستاذ محمد أبو عساكر لنحاوره طبعا في هذا الموضوع، وهو المتحدث الرسمي باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. طبعا بعد الفاصل سامر نحاول أن نتواصل مع الأستاذ محمد أبو عساكر من دبي مباشرة بعد الفاصل. سوا على الهواء على الهواء. سوا طول سوا على الهواء ياتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير. صباح الخير أمريكا. أمريكا. من يوم اللي اتكون يا وطن الموج كنا سوا. المحامية جمالة كيروز تشرف على مكتب خدماتها القانونية المؤلف من أكثر من 60 محام وموظف. المحامية جمالة كيروز متخصصة بجميع الإصابات الشخصية وحوادث السيارات، وربحت ما يزيد عن 99% من قضاياها التي تفوق عشرات وعشرات الملايين سنويا لصالح موكليها. جمالة كيروز من أكبر المؤسسات التي تحترم نظرية الدعاية والإعلان، لنرى اسمها على 150 بالبورد وعلى أكثر من 587 باص في ولاية ميشيغان، حيث وصفتها جريدة ديترويت فري بريس بأنها ملكة معتمدي الدعاية والإعلان في الولاية. المحامية جمانة كيروز خريجة جامعة ييل التي تخرج منها معظم رؤساء الجمهورية في الولايات المتحدة الأمريكية. الاستشارات مجانية. المحامية جمانة كيروز عنوان الأمانة والالتزام. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 248-557-3645-248-557-3645. عودة إلى برنامجنا هذا الصباح وأزمة اللاجئين السوريين. معكم كما أشرنا الزميل سامر الأمانة معي من دبي مباشرة، وأيضا يشاركني التقديم بتصريح للمفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غروتشيس. نواجه بالفعل نقلة نوعية بزيادة هائلة للنزوح القسري في عالمنا، وارتفاع إجمالي في عدد اللاجئين في العالم إلى 51.2 مليون بزيادة 6 ملايين لاجئ عن العام السابق. يشمل العدد 16.7 ملايين لاجئ و 33.3 ملايين نازح داخل بلدانهم، و 1.2 مليون من طالبي اللجوء السياسي لا تزال طلباتهم قيد البحث.
قالت المفوضية إن السوريين الذين يفرون من الصراع المحتدم في بلادهم شكلوا غالبية ب 2.5 مليون لاجئ، حيث عبر نحو 3 ملايين سوري إلى لبنان، تركيا والعراق والأردن، بينما هناك 6.5 ملايين مشرد داخل الحدود السورية. وأضاف: لم نرى هذه النسبة المخيفة لازدياد تدفق اللاجئين منذ الإبادة الجماعية في رواندا قبل 20 عاما تقريبا. نشطاء وحقوقيون أشاروا إلى أن ما ساهم في ازدياد الأزمة غياب الدور الحقيقي للأمم المتحدة، المنظمات الدولية في حماية اللاجئين السوريين ومد يد العون للنازحين في الداخل، مما اعتبروه فشلا كاملا في التعامل مع أسوأ أزمة إنسانية يمر بها العالم. بضيافتنا من دبي مباشرة الأستاذ محمد أبو عساكر، المتحدث الرسمي باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أيضا تنضم إلينا لاحقا جولييت توما، المتحدثة الرسمية باسم اليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما شرت، صباح الفل أولا لضيفنا العزيز من دبي محمد أبو عساكر، وأيضا لزميلي العزيز أيضا من دبي من قناة الآن سامر لواء الأمانة. صباح الخير ليلى، وصباح الخير للأستاذ محمد أبو عساكر الذي دائما لا يدخر جهد في التواصل مع المؤسسات الإعلامية، وخاصة فيما يتعلق بملف شؤون اللاجئين، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تحديدا. صباح الخير أستاذ محمد، الأسئلة كثير حقيقة. لربما أبدأ أنا بالسؤال الأول بالنيابة عن زميلتي ليلى: ما هو تعريف اللاجئ قبل كل شيء حتى ننطلق نحو حوار يصل بالنتيجة إلى تحديد الظروف الصعبة التي يمر بها اللاجئ السوري؟ تفضل أستاذ محمد. صباح الخير ليلى، صباح الخير سامر لكم ولجميع المشاهدين، وشكرا للاستضافة. المفوضية السامية للمتحدة لشؤون اللاجئين تعمل على تقديم الحماية وتنسيق الجهود الإنسانية الخاصة باللاجئين حول العالم وكذلك النازحين في بعض الدول. نحن عندما نتحدث عن اللاجئين نتحدث عن الأشخاص الذين يتعرضون إلى اضطهاد نتيجة سبب عرقي أو لون أو دين أو موقف سياسي أو نتيجة الحروب أحيانا، ويضطر هؤلاء الأشخاص إلى ترك منازلهم بل وترك وطنهم واجتياز الحدود الدولية والعبور إلى دول مجاورة طلبا للحماية. هؤلاء اللاجئون يصبحوا تحت ولاية المفوضية مجرد أن يقوموا بالاتصال والتسجيل لدى المفوضية، وعندما تقر المفوضية بعلاقتهم بانطباق كل الشروط اللي تطبق عليهم يكون تحت ولاية المفوضية ويتمتعون بالخدمات التي تقدم المفوضية على صعيد الحماية وتقديم المسكن والماكل والمشرب والدعم النفسي والاجتماعي إلى آخره. أستاذ محمد شكرا لك بداية على طبعا قبولك دعوتنا وإطلالتك الأولى عبر صوت العرب من أمريكا. أود أن أتطرق إلى اتفاقية عام 1951 تحديدا أستاذ محمد. هذه الاتفاقية تعرف حقوق اللاجئ، ما هي حقوق اللاجئ باختصار؟ بداية عندما نتحدث عن حقوق اللاجئ نتحدث على شخص يكون هو تحت، عندما نتحدث على شخص يكون تحت ولاية المفوضية بحقوقه، لا يحق لأي جهة كانت أن يقوم بتقديم أو ببعاد هذا الشخص وإرجاعه إلى بلده قسرا مهما كانت الأسباب، طالما أن أسباب الاضطهاد التي مورست على هذا الشخص ما زالت قائمة ولم تعد وحياته ما زالت معرضة للخطأ. حقوق اللاجئ التي يتمتع بها هو طبعا حق الحماية، وهو بشكل أساسي الحماية القانونية التي تضمن له الحق بالحياة وعدم تعرضه لأي من أسباب التي أدت إلى اضطهاد هذا الشخص. ثانيا حق لهذا اللاجئ التمتع بحق الإقامة في الدولة المجاورة، بالإضافة إلى حقه في الحصول على مأوى كريم يوفر له حياة كريمة، بالإضافة إلى خدمات الصحة والتعليم والدعم النفسي والاجتماعي. كذلك يحق للاجئ أن لم يشمل مع أسرته أينما كانوا. ماذا عن حق إتاحة الفرصة للعمل ووثائق السفر أستاذ محمد؟ هذه نقطة حساسة جدا وقد رجعت ميثاق اتفاقية 1951 ورأيت أن من أحد أهم حقوق اللاجئ الحصول على وثائق سفر وإتاحة الفرصة للعمل.
صحيح. يعني حق العمل طبعا مكفول للاجئ بالدولة التي يكون بها يعني تحت ولاية المفوضية. لكن عندما نتحدث على بداية قبل وثيقة السفر نتحدث على شهادة الميلاد، يحق للاجئ المولود في أي من الدول المجاورة من أبوين هم في حالة لجوء أن يتمتع بشهادة ميلاد تمنحه الجنسية التابعة لوطنه وبلده من البداية. لكن عندما نتحدث على وثائق السفر نتحدث على يعني جوازات السفر المفوضية، يعني طبعا بكل تأكيد يحق للاجئ أن يتمتع بوثيقة سفر تؤهل له أو تمكنه من التنقل والانتقال من بلد إلى آخر أينما شاء وأينما كان، طالما أن هناك يعني حق مكفول بالحماية من أسباب الاضطهاد التي أدت إلى خروج هذا الشخص من بلده. ولكن المفوضية ليس في مكان لإصدار جوازات سفر للاجئين. إذا كان اللاجئ ليس لديه جواز سفر، نحن لا نستطيع أن نصدر جواز سفر لهذا اللاجئ إلا في ظروف خاصة وخاصة جدا، أن نسهل يعني عمليات يعني إذا كنا نتحدث على أشخاص عديمي الجنسية. لكن الأشخاص المجنسين الذين يتمتعون بحق الإقامة والجنسية من أي بلد كان، يحق لها اللاجئين أن يتمتعوا بجوازات السفر، ويحق لها اللاجئين أن يتمتعوا بتجديد جوازات سفرهم. ولكن نحن بالمفوضية لا نستطيع من إصدار جوازات سفر اللاجئين. أستاذ محمد، فعلا هنا السؤال الذي يمكن أن يطرح نفسه، ليس الحديث فقط عن وصول اللاجئ إلى المفوضية وبالتالي يلقى الرعاية، الاهتمام، الأمان، ومن ثم الحقوق التي نص عليها الدستور الدولي، لكن هنا هل الجميع يستطيع أن ينضوي تحت مظلة المفوضية السامة لشؤون اللاجئين وبالتالي ينعم على الأقل بما يمكن أن يقدم من خدمات؟ بالمعنى الآخر، هل كل من يخرج من بلده قسرا هل يستطيع أن فعلا أن يصل إلى المفوضية وبالتالي أن يتواصل معكم ويحصل على هذه المساعدات الدولية؟ نعم، يعني مكاتب المفوضية موجودة ومنتشرة في أكثر من 128 بلد حول العالم، ونحن يعني مهام ولاية المفوضية قائمة على تقديم المساعدات للأشخاص الذين هم يعيشوا من تحت يعني اضطهاد من أسباب المختلفة كما ذكرت، وهم الآن موجودين في الدولة يعني غير دولتهم الأم. بالنسبة للأشخاص الذين يخرجون قسرا، ليس كل شخص يخرج قسرا من بلده، تنطبق عليه صفات اللجوء. عندما نتحدث عن اللاجئ هناك معايير محددة، وكل شخص يتقدم للمفوضية تقوم يعني فرق وطواقم وأفراد المفوضية خاصة في قسم الحماية بإجراء المقابلات لهؤلاء الأشخاص والتحقق من المعايير التي تنطبق عليهم. إذا كان هل يعني هؤلاء الأشخاص تنطبق عليهم معايير اللجوء، بمعنى هل عوامل الاضطهاد التي مورست على هؤلاء الأشخاص هي في موضع تحقق كامل تنطبق عليه معايير اللجوء لهذا الشخص؟ إذا انطبقت هذه المعايير على هذا الشخص، فإن هذا الشخص يصبح لاجئ حسب القانون الدولي، قانون اللجوء الدولي واتفاقيات جنيف، ومن ثم يخضع لولاية المفوضية وحماية المفوضية بالكامل. طبعا مكاتب المفوضية منتشرة كما ذكرت في 128 دولة في حول العالم. إذا كان هناك يعني أعداد كبيرة من النازحين أو اللاجئين تحديدا في الدولة المجاورة، فإن وصعوبة الوصول إلى مكاتب المفوضية، فإن المفوضية تقوم بافتتاح مكاتب فرعية من أجل سهولة وصول اللاجئين إليها، ومن ثم إدراج هؤلاء اللاجئين تحت ولاية وحماية المفوضية. سأسأل عن الحلول، فعلا الحلول الكبيرة خاصة حينما يتعلق الأمر باللاجئ السوري. نشخص هذا الأمر، ولكن اسمح لنا بفاصل قصير مع الزميلة ليلى ثم نعود لنستكمل هذا الحديث. نعم سامر، وطبعا أتمنى وجود أستاذ محمد معنا، يعني فرصة كبيرة. يعني رجعت مبارح السيرة الذاتية، ما شاء الله أستاذ محمد يعني خبرة كبيرة في هذا المجال، أود أن يكون برنامجنا اليوم فاتحة ربما لبرامج قادمة. يعني أود أن لو استميحك عذرا يعني في موضوع المعايير الخاصة التي تحدثت عنها، يعني هناك عدم فهم من ناحية كيف يعني توصف المفوضية موضوع اللاجئ. إذا كان اللاجئ الذي يخرج من مشردا من بلده لأسباب اضطرابات سياسية لا يتطبق عليه توصيف لاجئ، ما هي المعايير التي تستخدمونها؟ بعد الفاصل أستاذ محمد لو سمحت. بالنسبة بعد الفاصل.
سوا على الهواء سوا على الهواء ياتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير صباح الخير أمريكا من يوم اللي تكون يا وطن الموج كنا سوا. منتجات زياد من عائلتنا إلى عائلتكم، أفضل المنتجات الغذائية على الإطلاق. ماركات سلطان، كرافت، نسلي، بوك، ريجل، بيكان، دانا، بالإضافة إلى مجموعة أكبر من المنتجات الغذائية التي تحبها تجدها في كافة المحلات. للمزيد من المعلومات قم بزيارة موقعنا زياد.com. منتجات زياد من عائلتنا إلى عائلتكم. عودة في برنامجنا هذا الصباح، واللاجئون السوريون معاناة وشكاوى هل تلقى حلولا، وبضيافتنا من دبي مباشرة الأستاذ محمد أبو عساكر المتحدث الرسمي باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تفضل أستاذ محمد، يعني قبل الفاصل سألتك عن ما هي الشروط التي تنطبق على اللاجئ حتى تعتبرونه لاجئا. يعني كما ذكرت البداية، الشروط هو ممارسة اضطهاد سياسي أو عرقي أو ديني أو يعني معايير العلاقة بالخلفية على الجنس أو اللون أو العرق أو مواقف سياسية. هذه الأسباب الاضطهاد تمارس على الأشخاص الذين يحق عليهم تنطبق عليهم صفات اللجوء. ولكن في الأزمة السورية كان هناك قرار من قبل المفوضية السامة للمتحدة شؤون اللاجئين بأن السوريين الذين يخرجون من سوريا لدول الجوار تنطبق عليهم صفات اللجوء تماما. أي شخص من داخل سوريا يخرج إلى دول الجوار ويتقدم إلى مكاتب المفوضية للتسجيل كلاجئ يتم قبوله فورا، ويتم تسجيله في سجلات المفوضية ويعطى بطاقة خاصة باللجوء ويتمتع بالخدمات التي تقدمها المفوضية. أستاذ محمد، هون السؤال، هل وصلت الأعداد المتواجدة اليوم في دول الجوار كأعداد كنسمة دعنا نقول، هل هي تتطابق مع عدد المسجلين المقيدين بسجلات المفوضية الإسلامية لشؤون اللاجئين يا ترى؟ لا طبعا، احنا لدينا الآن في المفوضية السامية للمتحدة لشؤون اللاجئين ما يقارب من 3 مليون لاجئ سوري مسجل في دول الجوار. هذا يعني ما هو مسجل لدى المفوضية، والأرقام الحقيقية هي أكبر من ذلك بكثير. نحن ليس لدينا تقديرات حقيقية عن الأعداد الحقيقية للسوريين خارج سوريا، ولكن ما نعرفه هو ما يندرج تحت إطار سجلات المفوضية والتي هو تقف حتى الآن عند 2.9 مليون لاجئ مسجل في دول الجوار. الجهود التي تقدم لهؤلاء المنضوين تحت مظلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ودور الدول المستضيفة لهذه المخيمات الخاصة باللجوء، يعني 85% من هؤلاء اللاجئين هم خارج المخيمات، من هم موجودون في المخيمات في الدول المجاورة يمثلون فقط 15% من أعداد اللاجئين السوريين، وهذا تحدي كبير. أن المناطق الحضرية تشهد اكتظاظا كبيرا في أعداد اللاجئين في دول الجوار. عندما نتحدث على الدول المجاورة نحن نلمس يعني كرم كبير وفي إبقاء الحدود مفتوحة للاجئين السوريين من يرغبون في اللجوء إلى دول الجوار، يعني رغم الصعوبات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعني تمر بها الدول المجاورة إلا أنها تبقي على حدودها مفتوحة وتستقبل اللاجئين السوريين يوميا بمعدل يصل إلى 100,000 شخص بشكل يومي. عبرا أستاذ محمد، يعني بعرف أنه معظم الدول الآن فيما عدا لبنان على ما أعرف إلى الآن يعني قد أغلق حدوده في قبول المزيد من اللاجئين السوريين، يعني على ما سمعت من بعض السوريين الذين يحاولون أن ربما إعادة يعني الانتقال هربا من ظروف في سوريا إلى ربما الأردن تحديدا، هل لديكم معلومات حول هذا الموضوع إذا تم يعني تضييق الموضوع بالنسبة للسوريين في الأردن؟ لم نبلغ بشكل رسمي من أي جهة من حكومية رسمية من أي من الدول المجاورة
بإقفال حدودها أمام اللاجئين السوريين لحتى الآن. ما نشهده وما نلاحظه هو إبقاء هذه الحدود المفتوحة. بالعكس كرم الضيافة يعني من لبنان إلى الأردن إلى مصر إلى تركيا العراق، رغم كما ذكرت كل الصعوبات التي تواجه هذه الدول إلا أنها حدودها مفتوحة واللاجئون هم مستضافون بين إخوتهم جيرانهم من الدول المجاورة. هناك يعني تحديات اقتصادية كبيرة تواجه لبنان على سبيل المثال. يعني هناك تقرير البنك الدولي نشر في شهر فبراير الماضي أشار إلى أن نسبة البطالة سترتفع في لبنان بنسبة 17% نتيجة تدفق اللاجئين والعبء الاقتصادي المرهق على كاهل الدولة والتنافس على فرص العمل. هناك يعني في الأردن تحديات كبيرة على مصادر الطبيعية في الدولة، نتحدث عن المياه بشكل أساسي. يعني نحن نقوم بإرسال 4 مليون لتر ماء يوميا إلى مخيم الزعتر وحده. في مخيم أصبح الآن يعني فيه أكثر من 100,000 لاجئ، هو يعتبر ثالث أكبر مخيم على مستوى العالم وخامس أكبر محافظة في الأردن أصبح مخيم الزعتر. يعني العراق ما به من نازحين عراقيين داخلين، لما زالت إقليم كردستان يستقبل اللاجئين السوريين. هناك في تركيا 22 مخيم مقام، والحكومة التركية تقدر ما أنفقته على اللاجئين السوريين بقيمة 2.5 مليار دولار إلى حتى الآن، والحكومة تقوم بإدارة المخيمات الموجودة في تركيا لأنها ما زالت تبقى على حدودها مفتوحة. هذا بالإضافة إلى 135,000 من اللاجئين موجودون في مصر وهم يتمتعون بخدمات كاملة بدون إقامة أي مخيم ولا توجد مخيمات في مصر. هذا كرم الضيافة الذي لمسناه من الدول المجاورة ينم على الإحساس الوطني الكبير اتجاه مشاركة المآسي والصعوبات التي واجهها إخوانهم السوريين في طلبهم للحماية واللجوء والمساعدة في دول الجوار. ولكن العبء على الدول المجاورة أصبح كبيرا جدا وعلى كاهلهم مسؤوليات كبيرة تجاه مواطنيهم. لا هم اللاجئون، يعني عندما نتحدث على 3 مليون شخص نتحدث على أشخاص بحاجة إلى مأكل ومشرب بشكل يومي، حاجة إلى فرص عمل لكي يقتاتوا لكي يوفروا المصاريف الخاصة بإيجارات بيوتهم ومستلزماتهم اليومية. هذا العبء الكبير على الدول المجاورة لابد أن يتم تقاسمه مع باقي الدول في العالم، والمجتمع الدولي لابد أن يقوم بتوفير المساعدات للدول المجاورة لكي تبقى على حدودها مفتوحة، لكي تستمر بتقديم المساعدة، لكي تستمر بدعم السلع الأساسية في بلادهم من أجل تقاسم هذه السلع المدعومة من قبل الحكومات وإبقائهم على المساعدة المقدمة للاجئين. المسؤولية محمد كبيرة عذرا للمقاطعة، ولكن هنا السؤال، هل هو العبء على الدولة المستضيفة أم هو العبء مباشرة على اللاجئ الذي يعني تحده القوانين بدول اللجوء بالنسبة للعمل أو ربما بالنسبة للإقامة أو حتى بالنسبة للموارد المالية التي يمكن أن تكون لديه؟ هنا السؤال المفوضية، كم تحتاج لوضع اللاجئ بشكل دعنا نقول يندمج إلى حد ما مع ظروف الحياة التي فرضت عليه؟ المفوضية السنة لشؤون اللاجئين تحتاج دائما لمساعدات مالية، وهي تنادي دائما بالدعم لهذا اللاجئ الذي يحتاج لمزيد العون من كل دول العالم. ما هي الأرقام الحقيقية التي نقف عندها حقيقة اليوم لنتعرف على احتياجات المفوضية السامية وخاصة فيما يتعلق باللاجئ السوري؟ يعني المفوضية تقوم بتقديم المساعدات الخاصة، يعني بداية كما ذكرت الحماية وهو الركيزة الأساسية للاجئين، ثم نقوم بتقديم المبالغ المالية لأصحاب الحاجة الماسة لمساعدتهم في توفير إيجارات خاصة في منازلهم والإيجارات بيوتهم. خاصة نتحدث على 85% من اللاجئين اللي يعيشون في المخيمات. إضافة إلى ذلك نقوم بالتعاون مع الشركاء بتقديم البطاقات الخاصة بالشراء، من خلالها يستطيع اللاجئون شراء ما يستلزمهم من المواد الغذائية إضافة للماء الصالح للشرب. أضف إلى ذلك خدمات الصحة والتعليم والدعم النفسي والاجتماعي. ولكن الخدمات التي تقدمها المفوضية مع الشركاء هي غير كافية،
نحن نتحدث على أكبر أزمة إنسانية من القرن 21. نداء الاستغاثة التي تقدمت به المفوضية في شهر ديسمبر الماضي لم يتم تمويل منه لحتى الآن سوى 33%. هناك عجز بقيمة 67% من المبلغ المطلوب لعام واحد لأزمة إنسانية واحدة فقط خاصة باللاجئين السوريين في دول الجوار. لذلك هذه الخدمات التي نقدمها وفي ظل تباطؤ تقديم المساعدات والتمويل للمفوضية والشركاء الذين يعملون مباشرة مع اللاجئين السوريين يتحتم على الشركاء والمفوضية أن يتخذ قرارات صعبة ومؤلمة. هذا يقضي إلى تقليص الخدمات المقدمة للاجئين، سيعيش اللاجئون بوضع أكثر صعوبة. هذا سيشمل الخدمات التي تشمل الصحة والتعليم وكل الخدمات الأخرى. نعم. لذلك نحن في أزمة مالية حقيقية. نحن نتحدث بعد 6 شهور من إداء الاستغاثة الذي قد تقدمنا به في شهر ديسمبر الماضي. يعني أستاذ محمد، رغم كرم الضيافة الذي تحدثت عنه، يعني لا تزال بعض التقارير الدولية في تشير إلى أن أعداد كبيرة من النساء والأطفال اليتامى لا يملكون قوت يومهم، كما أشرت، يواجهون خطر التشرد بين حدود الدول المستضيفة. يعني هناك تقاعس كبير كما أشرت حضرتك لدور الأمم المتحدة المنظمات الدولية في حماية اللاجئين السوريين ومد يد العون للنازحين أيضا في الداخل. قرار يعني صدر أخيرا برفع الحظر عن دخول المساعدات الإنسانية، يعني ليس هناك مبرر بعد لأخذ موافقة الحكومة السورية في دخول المساعدات الإنسانية. إلى أي مدى برأيك سيسهم هذا في تخفيف معاناة النازحين في الداخل؟ يعني هذا في جانبين، الجانب الخاص باللاجئين خارج سوريا والجانب الآخر الخاص بالنازحين في داخل سوريا. إذا دعني أكمل بالنسبة للاجئين خارج سوريا، أنا لم أتحدث عن تقاعس الأمم المتحدة عن تقديم الخدمات. الأمم المتحدة يعني هذا عفوا سيدي، هذا وفقا لتقارير دولية. عفوا سيدي، هذا وفقا لعدد غير كافي. نعم، يعني هذا وفقا للتقارير الدولية، ليس يعني ما أقوله هو، إنما هذا عبارة عن تقارير دولية أشارت إلى ذلك. حتى أشتون أشارت مؤخرا أن مجلس الأمن تقاعس في دوره في القيام بدوره بالنسبة لأزمة سوريا، وأن هناك جهود غير حقيقية، يعني لم تشهدها أزمة تاريخيا مثل التعامل مع أزمة السوريين. هذا صحيح، ولكن مجلس الأمن هو يعتبر ذراع سياسي تابع للأمم المتحدة. أنا أتحدث بالنيابة عن المفوضية السامة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كمنظمة إنسانية تعمل على تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين. أنا لا أتحدث على المستويات السياسية التابعة للأمم المتحدة، هذا ليس من اختصاصنا وليس من مجال عملنا. نحن نقوم بتقديم يعني ما يعرف بضمد الجراح، نحن نضمد الجراح، نحن لا نقدم حلول. الحلول هي على مستويات سياسية تخص الحكومات ومجلس الأمن وذوي العلاقة من الدول المختصة. نحن في المنظمات الدولية التابعة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة نقوم بتقديم المساعدات الإنسانية. كما ذكرت يعني للتوضيح، نحن ليس بمجال الحديث على الوضع السياسي أو الحلول السياسية. لذلك ما نحن نقدم الخدمات، كما ذكرنا نحن نقدم الخدمات باستمرار منذ اللحظة الأولى ومنذ اليوم الأول للعزمة وخروج اللاجئين لدول الجوار نقوم بتقديم المساعدات. ولكن كما ذكرت المساعدات التي تقدم المفوضية مع شركائها هي غير كافية، نظرا لأن التمويل لا يصل المفوضية وشركاء بالمستوى المطلوب. هناك بطء في التمويل مقارنة بحجم الأزمة وسرعة اللجوء إلى دول الجوار. إذا تحدثنا عن النساء والأطفال، يعني النساء هناك 143 ألف سيدة أصبحنا معلنة بشكل أساسي لأسرهن ولم يعتدن على ذلك من قبل. هذا وضع جديد على هؤلاء النسوة، لم يكن في أي وقت من الأوقات يعلن أطفالهن بشكل مستمر، ويصبحنا في وضع من يدبر التمويل ولقمة العيش لأسرهن. الأطفال يمثلون 53% من مجموع اللاجئين السوريين، وهناك يعني 65% من الأطفال منهم في سن الدراسة خارج مقاعد دراستهم. الظروف
حتى مع تعهدات أطفال أن يصبحوا يعني في الشوارع يعني يبيعون أبسط الأشياء وبأزهد الأثمان لتوفير لهم العيش لأسرهم. هذا واقع مر وصعب، هذا يهدد بضياع جيل كامل من الأطفال. نحن نريد الأطفال أن يكونوا على مقاعد دراستهم، يتمتعوا ويبتسموا ويلعبوا ويرسموا مستقبل سوريا. بالنسبة للنازحين في داخل سوريا، هناك أزمة كبيرة، ما يقارب من 7 مليون نازح في داخل سوريا هم بحاجة لمساعدات إنسانية. نحن في المفوضية السامية وصلنا إلى 2.5 مليون شخص إلى حتى الآن خلال العام الحالي فقط عام 2014. في العام 2013 وصلنا إلى أكثر من 3 مليون نازح في داخل سوريا في 14 محافظة. نحن لدينا أكثر من 350 موظف يعملون في 14 محافظة، أو يعني يصلون النازحين في 14 محافظة في داخل سوريا، ولكن لا نستطيع الوصول إلى كل النازحين في داخل سوريا نظرا للظروف الأمنية الصعبة التي تحول دون وصول طواقمنا إلى كل من هم بحاجة لمساعدة إنسانية. هناك العشرات بل عشرات الآلاف من الأشخاص من يقبعون في مناطق محاصرة لا نستطيع الوصول إليها. وصلنا إلى حمص القديمة في شهر مارس الماضي عندما كان توافق لإطلاق النار، في وقت توافقت القوات يعني الحكومة مع القوات المسلحة التي تعمل على الأرض إلى هدنة مؤقتة، هدنة إنسانية تسمح للطواقم الإنسانية من الدخول وتقديم المساعدة الإنسانية. دخلنا لحمص القديمة وقدمنا المساعدات، ولكن للأسف الشديد هذا الوضع لم يتكرر بعد، هو حدث لمرة واحدة ولم يتكرر بعد. نحن نريد أن نرى هناك توافق لوقف إطلاق النار، نريد أن يسمح لطواقمنا بالوصول إلى المناطق المحاصرة وتقديم المساعدات لكل النازحين في كل سوريا. هل كما أشرت سابقا يعني هل قرار الأمم المتحدة قرار مجلس الأمن الأخير سيكون بداية ربما تحرك حقيقي من المجتمع الدولي لمساعدتكم في الوصول إلى المحاصرين في الداخل؟ قرارات مجلس الأمن بحاجة لتطبيق، إذا لم يتم تنفيذ هذه القرارات لا قيمة للقرارات. نحن نريد قرارات ونريد تنفيذ لهذه القرارات. القرار بحد بنفسه هو قرار إيجابي جدا، وقرار يعني يعتبر خطوة إلى الأمام وتقدم إيجابي. نحن نريد من كل الأطراف التعاون لتطبيق هذه القرارات والسماح لتوفير ممرات إنسانية تسمح بتقديم المساعدات الإنسانية لكل النازحين في داخل سوريا. أستاذ محمد، مع هذه الظروف التي تمر بها سوريا تحديدا، مع هذه الانتكاسات السياسية، الانتكاسات الأمنية، كل ما يمكن أن يسمى اليوم بالمنظمات الإرهابية، بما يتعلق يعني كل الممارسات اللا أخلاقية التي تمارس على الأرض السورية سواء كان من النظام أو من غيره، كل هذا كيف يمكن أن يجد عمل المفوضية أرضية لتستطيع أن تصل إلى النازحين من جهة ولأسرهم التي ربما غادرت سوريا إلى دول اللجوء من جهة أخرى؟ نحن لا نتعامل مع قوات مسلحة ولا نتعامل مع أطراف ذو علاقة بتنظيمات عسكرية، نحن نتعامل مع مدنيين هم ضحايا للنزاع المسلح المستمر من أكثر من 4 سنوات. نحن نتعامل مع لاجئين تركوا منازلهم وبيوتهم ولجوا إلى دول الجوار طلبا للحماية. هؤلاء الأشخاص الذين نقدم لهم الحماية هم ضحايا النزاع المسلح، هؤلاء هم من نقدم لهم الحماية. ولكن إذا استلزم الأمر أن ننسق مع الأطراف التي تحكم المناطق التي يتواجد بها النازحون، نقوم بذلك من أجل ضمان إيصال المساعدات إلى 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 من هم بحاجة لهذه المساعدات. هناك أوضاع صعبة وأوضاع مؤلمة جدا يعيشها النازحون في داخل سوريا، منهم من لا يستطيع أن يجد الماء الصالح للشرب، ومنهم من لا يستطيع أن يجد الماكل الصالح للأكل الآدمي. هؤلاء هم بحاجة فعلا للوصول اليوم قبل غدا. نعم استاذ محمد، يمكن الحديث عن يعني نسبه النساء اللواتي يعين اثرنا هون من جهه، ولكن ماذا عن الولادات التي حصلت بالنسبه للاجئين في لبنان، في الاردن، في تركيا، في العراق ايضا؟ ما هي الجهود وما هي الاحتياجات كل على حده؟ هل هناك رقم معين نستطيع ان نبعث به الى كل
يعني كل أصحاب الضمائر في العالم حتى يكونوا يد مساعدة ليد الأمم المتحدة وتحديدا المفوضية السامية شنو اللاجئين يا ترى؟ نعم، الأزمة الإنسانية كما ذكرت هي أكبر أزمة إنسانية بالقرن 21، وهي عندما نتحدث على سرعة النزوح يعني نتحدث على أرقام مخيفة جدا. نحن نتحدث على يعني 100,000 شخص يتم تسجيله في دول الجوار بشكل يومي. هذه الأرقام الكبيرة من النازحين سواء كان أو من اللاجئين في دول الجوار بحاجة لتضافر كل الجهود لتقديم المساعدات. الأزمة الإنسانية القائمة بالوضع الحالي هي أكبر من إمكانيات منظمة بعينها، أكبر من إمكانيات دولة بعينها. لابد من الكل أن يساهم ويشارك. عندما طلبت منظمات الأمم المتحدة وأكثر من 130 منظمة دولية أخرى بنداء الاستغاثة في شهر ديسمبر الماضي، طالبوا بأربع مليار نصف مليار لتقديم مساعدات إنسانية لعام واحد في دول الجوار للاجئين السوريين في دول الجوار. وهذا ينم عن حجم الأزمة والحجم الاحتياجات القائمة في دول الجوار. نحن كما ذكرت لم يصلنا إلى 33% من المبلغ المطلوب، وهذا يعني أننا يعني نواجه تحديات كبيرة. تحديات هذه ستطال كل الخدمات المقدمة إن لم تصل الأموال بسرعة المطلوبة. لذلك كل من يستمع إلينا الآن بإمكانه أن يساعد. لا تستهينوا بأي يعني قدر ممكن للمال. 10 دولار تصنع الفرق. 10 دولار تقدم وجبات ساخنة للأطفال والعائلات والنسوة لا يستطيعون يعني ولا يتمتعون بالأموال الكافية لشراء ما يستلزمهم، يعني خاصة عندما نتحدث عن الطعام أو ما الصالح للشرب. لذلك أي شخص يستمع إلينا باستطاعه الدخول إلى موقع المفوضية باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، وهناك نداء استغاثة على الصفحة الأولى للموقع الإلكتروني الخاص بالمفوضية باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، باستطاعة كل من يستمع إلينا الآن أن يتبرع. كما ذكرت أي مبلغ يصنع الفرق ويساهم بتحسين ظروف أسرة على الأقل. التبرع على الموقع الإلكتروني هو تبرع آمن جدا وعليه يعني حماية كبيرة جدا. لا يوجد أي نوع من دواء القلق أو الخوف لأي شخص يريد أن يتبرع عبر الموقع الإلكتروني. سامر، سنأخذ فاصل قصير للإعلان ومن ثم تحاول أن تنضم إلينا بعد الفاصل أيضا السيدة جولييت توما المتحدثة الرسمية باسم اليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بعد الفاصل نواصل معكم. سوا على الهواء، سوا على الهواء، يأتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير. صباح الخير أمريكا. أمريكا من يوم اللي تكون يا وطن الموج كنا سوا. الدكتورة عبادة الزحيلي أخصائية أمراض السكري والغدد الصم يعمل على إجراء الأبحاث منذ أكثر من 12 عاما، وهو منكب حاليا على عدد من الدراسات السريرية التي تضم المرضى البالغين والأطفال المصابين بداء السكري من النوع الثاني. يتلقى المشاركون في الأبحاث السريرية تحت رعاية الدكتور زحيلي فحوصات مخبرية وطبية مجانية إضافة إلى اللوازم الطبية والأدوية للمساعدة في علاجهم. كما يتم دفع تعويض للمشاركين المؤهلين في البحث وتغطية نفقة التنقل والوقت الذي يقضونه في الأبحاث، إضافة إلى تقديم الرعاية الفائقة لهم في علاج مرض السكري والسيطرة عليه. وقد تم رفض قسم الأبحاث بموظفين ودودين ذوي خبرة يعملون على إدارة برامج رعاية المرضى وجدولة إقامتهم. يمكنكم زيارة الزحيل للاستشارات الطبية على 1331 مورو ستريت في مدينة ديربون أو call in 313-581-8903. مؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية في مدينة ساوثفيلد في ولاية ميشيغان، المؤسسة الرائدة في العمل الإغاثي والإنساني،
مؤسسة الحياة، ومنذ 20 سنة تقدم العون للفقراء والمحتاجين والمتضررين بسبب الكوارث الطبيعية أو الحروب في شتى أنحاء العالم. كما تقوم مؤسسة الحياة بكفالة الأيتام والعوائل الفقيرة وحفر آبار المياه في مناطق الحاجة، وأيضا تقوم مؤسسة الحياة بتزويد المشافي والمستوصفات الصحية بالأدوية والمعدات الطبية وإنشاء مدارس وعيادات طبية في أقطار عديدة من العالم. مؤسسة الحياة مرخصة للعمل في الولايات المتحدة الأمريكية، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب. اتصلوا بمؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية على رقم الهاتف المجاني 1-800-827-3543، أو زوروا موقعهم الإلكتروني على www.lifeusa.org. عودة معنا وفي ضيافتنا الآن السيدة جولييت توما، المتحدثة الرسمية باسم اليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. صباح الخير سيدتي. صباح النور. صباح النور، نعرف أن وقتك ضيق جدا معنا هذا الصباح، وشكرا لك على المشاركة من جنيف مباشرة. يعني ليس خافيا معاناة اللاجئين السوريين، وهل تلقى حلولا وأذانا صاغية؟ وطبعا فيما يختص في اليونيسف نود أن نعرف من حضرتك تقريبا، يعني بالنسبة فيما يتعلق في الأطفال السوريين، نسبة كبيرة منهم خارج المدارس الآن، معاناة حقيقية، يعني عمالة نسبة كبيرة منهم تحاول أن تعمل لتعيل أهلها في غياب المعيل، في تغير الظروف الحياتية بالنسبة للأطفال، الظروف النفسية. كيف ترين وضع أطفال سوريا الآن سيدة جولييت؟ نعم شكرا. في الحقيقة هناك أكثر من 6.5 مليون طفل سوري بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية. يعني هذا يعني أن أكثر من 60% من أطفال سوريا بحاجة إلى مساعدات. إذا كان هذا الواقع في داخل سوريا بين أطفال نازحين مشردين أو أنهم عالقين حاليا في خط النار، أو بين الأطفال من سوريا اللاجئين في دول الجوار، الصورة بطبيعة الحال قاتمة للغاية. معظم الأطفال خارج مقاعد الدراسة. أطلقنا صباح هذا اليوم تقرير عن شلل الأطفال في سوريا، والذي هو نتيجة للعنف المتكرر والمتزايد في داخل سوريا والنزاع. يعني عاد شلل الأطفال إلى سوريا بعد اختفائه مدة 14 عاما. بشكل عام الأطفال هم الذين يعانون الأمر في النزاع في سوريا، والمهم بالنسبة لنا في اليونيسف هو كيفية توصيل المساعدات إلى كافة الأطفال الذين هم بحاجة للمساعدة وفي داخل سوريا، ولكن أيضا في دول الجوار. بالنسبة للحديث عن الطلب، الأطفال هم بحاجة لأن يلتحقوا بمقال الدراسة، ماذا عنهم، ماذا عن الجهود التي قدمت من اليونيسف لهم يا ترى؟ هذه نقطة للغاية مهمة سامر. حوالي 3 مليون طفل لا يذهبون للمدرسة بشكل مستمر، يعني بشكل منتظم، ولأسباب يعني مختلفة. هناك قضية عدم تمكن الأطفال الوصول إلى المدرسة بسبب العنف في داخل سوريا، ولكن أيضا هناك أسباب اقتصادية. يضطر الكثير من الأسر إلى إرسال أطفالهم إلى العمل بدل إرسالهم إلى الدراسة بسبب الوضع المادي السيء. وبالنسبة لنا كنا أطلقنا مناشدة أو مبادرة تدعى لا لضياع جيل كامل من الأطفال في سوريا، والأهم في هذه المبادرة أننا نعمل مع دول الجوار ولكن أيضا في داخل سوريا مع الشركاء العديدين في داخل سوريا على إعادة الأطفال إلى مقاعد الدراسة، وأيضا على تقوية وتوسيع البنية التحتية المدرسية في دول الجوار من أجل استيعاب عدد أكبر من الأطفال السوريين في المدارس. هناك فرضت هذه الأزمة يعني ظواهر كثيرة، ربما آخر تقرير كان للأمم المتحدة فيما يتعلق بزواج القاصرات في دول اللجوء. ماذا عن دوركم في توعية المجتمع هذا، اللاجئون والأسر التي يعني شجعت على مثل هذه الممارسات؟
احنا بالنسبة لنا موضوع تزويج الفتيات قبل سن 18 هو موضوع يعني بالنسبة لنا غير مقبول ابدا، وبالتالي اصدرنا هذا التقرير. ويعني بامكان الناس طبعا دائما تسأل ما قضيتكم، تنشرون التقارير فقط ولماذا، وماذا بعد التقارير؟ التقارير هي امر مهم للغاية، لأنها أولا تقدم أرقام حصرية وأرقام مدروسة وأرقام موثقة صادرة عن منظمة اليونيسف، وبإمكان استخدام هذا التقرير من أجل رفع الوعي مع صناع القرار ومع مؤسسات المجتمع المدني من أجل وضع حد لهذه الظاهرة، ليس فقط زواج الأطفال ولكن أيضا أمور أخرى، مثل على سبيل المثال شلل الأطفال الذي أصدرنا تقرير خاص عنه صباح هذا اليوم. فبالنسبة لنا هذه القضية يجب أن تنتهي بأسرع وقت ممكن، ويجب يعني إعادة الفتيات إلى مقاعد الدراسة، لأن كل فتاة تحت عمر 18 مكانها في المدرسة وليس في المنزل كزوجة. سيدتي، يعني الكل بات يعرف بأزمة أطفال سوريا طبعا التي خلفتها الحرب ومشاهد الدمار والقتل والتعذيب وإلى ما ذلك. نحن اليوم نحاول أن نطرح حلول، يعني هذه الأزمة بات الجميع مطلع على تفاصيلها، لكن برأيك ما هو الحل؟ كيف يمكن لنا أن ندفع باتجاه تحسين أوضاع أطفال سوريا، خاصة الموجودين كنازحين في الداخل أو في دول الجوار، ممن الآن خارج مقاعد الدراسة أو ممن يضطرون إلى العمل؟ بتصوركم كمنظمة رائدة في بالنسبة للأطفال، ما هو الحل؟ الحل بالنسبة لنا هو إنهاء العنف بشكل فوري من أجل أطفال سوريا، وحتى ينتهي العنف، وهذا إنهاء العنف يجب أن يحصل بطريقة دبلوماسية سياسية وليس بواسطة مزيد من العنف، لأن العنف يولد المزيد من العنف، والعنف يولد المزيد من المعاناة تحديدا لأطفال سوريا. حتى ينتهي العنف نقوم بمتابعة عملنا يعني أحسن صورة من أجل توصيل المساعدات الإنسانية، والمساعدات الإنسانية للأطفال لن تجلب الحل، يعني أرجو عدم فهمي غلط، المساعدات الإنسانية هي مجرد ضمادة لتضميد جراح أطفال سوريا، يعني تقديم المساعدات هو واجب إنساني علينا كمنظمة إنسانية، نقدم هذه المساعدات إلى حين انتهاء الأزمة بشكل سلمي وسياسي قريبا. يعني لو سمحتي لي ندخل في عمق المشكلة أكثر، وأعرف أن وقتك ضيق نوعا ما، يعني بعض الدقائق الأخرى. سيدة جوليت، يعني نود أن نعرف منك الآن، العنف مستمر، ربما هذه المشكلة ستأخذ ربما سنوات، نعرف أن حل المشكلة يكمن في تخفيف ربما إنهاء الأزمة، ولكن لا يبدو هذا في الأفق الآن. هل هناك من حلول أخرى برأيكم يعني لإعادة هؤلاء الأطفال إلى مقاعد الدراسة؟ بالنسبة لنا المهم هو الآن التركيز على تقديم المساعدات الإنسانية للأطفال، من ضمنها إعادة الأطفال إلى مقاعد الدراسة، وطبعا الأطراف الأخرى في منظمة الأمم المتحدة تعمل بشكل دوري من أجل إنهاء النزاع بطريقة دبلوماسية وسياسية عن طريق حل دبلوماسي بين أطراف النزاع. شكرا. شكرا لك سيدة جوليت، نعرف أن وقتك ضيق ونحاول إن شاء الله أن نتواصل معك مرة أخرى. نأخذ فاصل الإعلان ونعود حوارنا مع الأستاذ محمد أبو عساكر، وأيضا من دبي مباشرة زميلي سامر لواء الأمانة. سوا على الهواء، سوا على الهواء ياتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير. صباح الخير أمريكا. من يوم اللي تكون يا وطني الموج كنا سوا. الدكتورة عبادة الزحيلي، أخصائية أمراض السكري والغدد الصم، يعمل على إجراء الأبحاث منذ أكثر من 12 عاما، وهو منكب حاليا على عدد من الدراسات السريرية التي تضم المرضى البالغين والأطفال المصابين بداء السكري من النوع الثاني.
يتلقى المشاركون في الأبحاث السريرية تحت رعاية الدكتور زحيلي فحوصات محبرية وطبية مجانية، إضافة إلى اللوازم الطبية والأدوية للمساعدة في علاجهم. كما يتم دفع تعويض للمشاركين المؤهلين في البحث وتغطية نفقة التنقل والوقت الذي يقضونه في الأبحاث، إضافة إلى تقديم الرعاية الفائقة لهم في علاج مرض السكري والسيطرة عليه. وقد تم رفض قسم الأبحاث بموظفين ودودين ذوي خبرة يعملون على إدارة برامج رعاية المرضى وجدولة إقامتهم. يمكنكم زيارة زحيلي للاستشارات الطبية على 1331 مورو ستريت في مدينة ديربون أو call in 313-581-8903. That is 313-581-8903. عودة معكم وبرنامجنا لهذا الصباح. اللاجئون السوريون معاناة وشكاوى، هل تلقى حلولا؟ طبعا هذا موضوع كبير جدا لا يمكن لنا أن نغطيه في ساعة من الزمن، يعني نتمنى أن يتسع صدر الأستاذ محمد أبو عساكر لاستضافته مجددا. لدينا اتصال أعتقد سيدة تتواصل معنا من مصر مباشرة، هل يمكن لنا أن نستمع إلى ندائها؟ جيمس، صباح الخير سيدتي، تفضلي. صباح الخير. فعلا المشاكل اللي طرحتوها تمس وضعي، وكأم لأطفال لاجئة في مصر حاليا أنا عانيت كثير بهالسنوات، السنوات اللي قضيتها في مصر لوحدي كأم لطفلين. أنا طبيبي، انحرمت من عمل ممارسة عملي لمدة 4 سنين، أطفالي انحرموا من كانوا متفوقين في سوريا، انحرموا 2 سنين من التعليم. المساعدات الوحيدة اللي حصلت عليها هي مساعدات غذائية. فهذا الوضع حيستمر لمتى؟ أنا طموحي أن أولادي يحصلوا على تعليم أفضل، أولادي يعيشوا حياتهم. نعم سيد، نعم سيدتي أستمع إليك، تفضلي تفضلي. معنا أستاذ محمد، أستاذ محمد أبو عساكر. نعم معنا، تستمع، تفضلي سيدتي. الأستاذ محمد يستمع إلى ندائك، تفضلي. أنا بس بطلب من يوأن، أنا صار لي عم بطلب أكثر من سنة. أنا لدي عائلة في يونايتد ستيت، فأنا بقدر لو بس لفترة قصيرة إني كون جنب عائلتي، روح أقعد لبين ما تستقر الأوضاع بسوريا وأقدر أرجع دور على حياتي. يعني أقدر بس أعمل إعادة طلب لجوء لأن يكون بين وسط عائلتي. وصلت الرسالة سيدتي، للأسف لا يبقى لدينا وقت. شكرا لك سيدتي، طبعا الكنترول سيأخذ رقمك ونحاول التواصل معك. جيمس could you please take her number. أستاذ محمد، يعني المشكلة باختصار إعادة توطين اللاجئين، يعني من ينطبق عليه باختصار شروط إعادة توطين اللاجئين؟ يعني كما فهمت من المتصلة أنها تحاول التواصل مع اللحاق بأهلها في الولايات المتحدة الأمريكية، لديها ظروف صعبة تعيشها في مصر. ما هي الشروط لديكم لإعادة توطين اللاجئين؟ يعني بداية نحن كمفوضية لا نقوم بإعادة التوطين، يعني هذا قرار واضح بالنسبة للاجئين السوريين. هناك يعني نحن نطالب الدول الأوروبية وأمريكا وكندا ودول أمريكا اللاتينية بتقاسم الأعباء عن الدول المضيفة في استضافة اللاجئين وما يقومون به من عملية يعني إعادة التوطين. فقط متاح لنا 30,000 فرصة في العام الحالي للاجئين من دول الجوار ككل، وهو رقم دون الحد الأدنى من الـ يعني الذي نريده. نحن نريد أعداد أكبر أن تساهم الدول المجاورة الدول الأوروبية في تقاسم هذه الأعباء. بالنسبة لمن تنطبق عليهم الشروط، نحن في المفوضية ليس لدينا معايير، يعني لا نشترط المعايير، وإنما الدول المضيفة هي التي تقوم بتحديد المعايير ممن ترغب في استضافتهم أو تمنحهم حق الإقامة في بلدانهم. هذا ينطبق بشكل أساسي على الحالات الأكثر ضعفا ممن هم في بحاجة لمساعدات أو يعني خدمات صحية معقدة وصعبة جدا لا تتوفر في الدول المجاورة، أما أنهم بحاجة ممن هم في أوضاع يعني صحية أو يعني بحاجة لمساعدة لا يستطيعون، مثلا إذا كان شخص
معاق بحاجة لخدمات إضافية وليس معه من يساعده من أهله. كذلك هناك موضوع لم الشمل، إذا كان أحد اللاجئين لديه أقارب من الدرجة الأولى في الدول هذه الدول باستطاعة تقديم الطلب واللحاق بأسرته في الدول الأوروبية حسب كل دولة واختصاصها. أنا أنصح السيدة المتصلة من مصر أن تقوم بالتواصل مع زملات في مكتب المفوضية في مصر، ومن ثم ينصحوها ويقدمون لها المشورة إذا كانت تنطبق عليها الشروط أم لا. ولكن كما ذكرت ليس هناك يعني معايير محددة من قبل المفوضية. المفوضية ليس في وضع من تحدد هذا الشخص مسموح له السفر إلى أوروبا وهذا الشخص لا. نحن ليس لدينا قرار في هذا الموضوع، من أجل أكون واضح مع الجميع، هذه القرارات هي خاصة بالدول المضيفة التي تقوم بتقديم هذه يعني المساعدة. هل هناك مشروع ما يتعلق في هذا الأمر؟ يعني هل هناك من مشروع ربما يعني مع استمرار هذه الأزمة التي تمتد اليوم لسنوات الأربع، هل هناك من مشروع لاستيعاب يعني الدول الكبيرة من تقديم اللجوء لمثل هذه الحالات الصعبة أو لم الشمل كما يقال؟ نعم، بالنسبة يعني كما ذكرت ما هو مطروح الآن هو أن الأزمة السورية نحن نأمل أن تنتهي في أقرب وقت ممكن وأن يعود جميع اللاجئين إلى بلدهم سوريا في أقرب وقت ممكن، ولكن الخدمات هذه مقدمة لذوي الظروف الصعبة جدا من هم بحاجة إلى مساعدات أساسية وليس بإمكانهم الحصول على هذه الخدمات في الدول المجاورة بالإضافة إلى ابن الشمل. هذا ليس يعني برنامج، هو فقط فرص موجودة بعدد محدود جدا ومن قبل دول محددة، ولها يعني كل دولة لها رقم محدد بالأعداد التي ستستقبل فيها اللاجئين. هذا يتم بتواصل والتنسيق مع المفوضية، ولكن كما ذكرت القرار النهائي هي لتلك الدول. أستاذ محمد، يعني في أقل من دقيقة لم يبقى لدينا الكثير من الوقت، طبعا العديد من الأسئلة لم نطرحها بعد ساعة من الزمن قضى سريعا بصحبتك. هل يحق للاجئ العمل؟ يعني كما أشرت حضرتك سابقا هناك ماديات محتاج اللاجئ مثلا أنه يصرف، غير موضوع الرز والسكر والأساسيات بديهيات الحياة اليومية، هناك مصاريف أخرى بحاجة لها العائلة. هل يحق للاجئ العمل في ضمن اتفاقية طبعا التي طرحتها حضرتك، ولا طبقا للدول المضيفة يعني لقوانين الدول المضيفة؟ طبعا حسب قرار 951 حق للاجئ بالعمل في الدول المجاورة، ونحن نشجع جميع يعني أصحاب الشركات والمصانع والقطاع الخاص في الدول المجاورة بإتاحة فرصة العمل للاجئين السوريين في الدول المجاورة من أجل تمكينهم من الحصول على المستلزمات الأساسية لهؤلاء الأسر. هم في أوضاع إنسانية صعبة جدا، يقومون بتوفير ودفع الأقساط الخاصة بالإيجارات السكن لهم ولعائلتهم بالإضافة تقديم الفلا، انهم في اوضاع يريدون الماكل والمشرب، وكثير منهم يعيل اكثر من اسرة في ان واحد. نحن كما ذكرت 75% من اللاجئين هم النساء والاطفال، الرجال هم اعداد قليلة جدا، وكثير منهم يعيل اكثر من اسرة. لذلك نحن لا نشجع كل اصحاب الشركات والمصانع والقطاع الخاص في الدول المجاورة اتاحة الفرصة للاجئين السوريين في الدول المجاورة من اخذ فرصتهم بالعمل. شكرا شكرا استاذ محمد، على امل طبعا ان يتجدد هذا اللقاء مع الاستاذ محمد ابو عساكر المحدث الرسمي باسم المفوضيه الثانيه لشؤون اللاجئين في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. شكرا لوقتك الكريم بدء ببدء، وشكرا لكل المستمعين في الولايات المتحده الامريكيه. عسى ان تكون هذه الحلقه باكوره لحلقات اخرى نسلط فيها الضوء على شؤون اللاجئين تحديدا اللاجئين السوريين، ونتمنى ان تنتفي هذه الصفة عن كل السوريين. شكرا لك سامر، شكرا لك استاذ محمد.